تعيش العائلات التي تقع في قبضة الجماعات الإرهابية بعد احتلال مناطقها في جحيم تحكم هذه الجماعات الأعمى بالناس وفرضها القوانين التي تؤمن مصالح أفرادها ونفعهم الشخصي. قول رحمن رحماني وزوجته سعاد فرا بأولادهما ونفسيهما من بطش طالبان من منطقة يومكان إلى منطقة أخرى في ولاية تخار هربا من الظلم الذي لقوه. أخبروا الآن التقت قول وسعاد اللذين رويا تفاصيل ممارسات طالبان بحق أهالي منطقتهما. بعد سقوط منطقتنا في يد جماعة طالبان بدأت المشاكل والمصائب تتساقط علينا، وما عشناه من معاناة ومضايقة يومية أجبرتنا على الفرار مع الأطفال بالرغم من الشتاء القارس والبرد الشديد. كنا نواجه مطالبات صعبة من قبل طالبان، فقد كانوا يأتون إلينا يوميا ويطلبون المعونة والدعم وحتى السلاح. هم لا يراعون ولا يهتمون بما نحن فيه من المشاكل المالية والمعيشية. كانوا يسجنوننا ويضربوننا إذا قصرنا في القيام بما يأمرون ويطلبون. أسرتي ليست الوحيدة التي فرت من هذه المعاناة، بل هناك مئات من الأسر التي فرت من بطش طالبان، وهم يعيشون أوضاعا إنسانية محزنة في مناطق مختلفة. وإذا كان أحد أفراد أي أسرة في الحكومة فإن طالب فقد أحرقوا منزل أسرة لهذا السبب. العيش تحت وطأة حكم طالبان جحيم لا يطاق، فقد كانوا يضيقون علينا الخناق ويفرضون علينا مطالب يومية بلا نهاية. كانوا يأتون إلينا ويطلبون الطعام والشراب بقسوة، ما كنا نستطيع أن نعيش حياة اعتيادية. كان عشرات من طالبان يأتون ليلا ويطلبون الطعام، وإن لم نجد ما نقدم لهم كانوا يعاملوننا بأسلوب وحشي، فقد كانوا يأخذون وجباتهم اليومية منا عنوة. تركنا أنعامنا ومواشينا وبيوتنا وفررنا خوفا على حياتنا وحياة أطفالنا. نحن ومعنا نازحون آخرون نعيش أوضاعا صعبة ونوجه رسالة استغاثة إلى العالم أجمع.